انا بدي اعطيكم هلا العرصه ليش ما بتحكي لها يا اسمع القصص اسمع اسمع لقيت هلا لهذا شو اسمه لجهماني رفيقي لقيت لهذا خالد كليزي اخوه شو اسمه اخو لخالد كليزي هذا شو اسمه كمان لقيت لرام شمعة قال لي ابو الفقراء بدي اشوف ابو الفقراء تشبيح تشبيح واحد ناس ناصب على جماعه شي حوالي 21 مليون بستان الدوره على اساس على الاخيار تفرج بنص على القصص ما على القصص يا سامع هذا هلا معلم هو عم تناشد الدوله السوريه انه هذا الزلمه هذا ما حدا عم يوقفه ما حدا كذا يا الحكي عم علم حكي عن الموضوع بالادب عقل ما قال يا قال لا انا حاطلك على الانتربول يا انا عم بقول لك Ja, och då ska ni vara varmt välkomna mot Bräck, Röta tåget som ska ta oss mot Arneby och Som ni vet så är vi lite försenade här ifrån Tranås då vi skulle haft avgångstiden 9 och 16. Det är alltså 6 minuter